الربا إلى كم قسم يقسم؟ الربا إلى كم قسم يقسم؟ في الأخير. 60. قديش؟ 60. فكرتك بتقول 60. تحكي بالإنجليزي. الربا بضع وسبعون بابا. الربا بضع وسبعون بابا. لكن القسمان الرئيسيان كما قال أخونا هناك ربا الفضل وربا النسيئة. وابن القيم ذكر سبب أنه بضع وسبعون بابا، فقال ونقل عن غير واحد من المتقدمين، قال كل معاملة فيها حرام فهي ربا. يعني الغش نوع من أنواع الربا. ليش؟ لأنه هذا أنت بتوكل حرام. لذا هو لا أقول درجات، دركات. لكن ينبغي لنا أن نفهم ربا النسيئة ماذا حاله؟ واحد، كل منفعة، كل قرض جر منفعة فهو ربا، كل قرض جر منفعة فهو ربا. والمنفعة تقسم إلى قسمين، ما هما؟ وبدك تكتب تتفرج علي أنا عشان صبغت لهيتي فكرت تغير أنا هو يعني، بس بينا شباب شوي، بس أنا زي بدك تكتب، بدك تكتب عشان تستفيد. فالآن المنفعة لها صورتان، ما هما؟ واحد، المنفعة لها صورتان، تفضل. أحسنت أبو محمد، أبو محمد قديم برضو ما تفكروا. نعم، فهناك منفعة مباشرة وهناك منفعة غير مباشرة. فمباشرة بعطيك 100 دينار بترجعهن 105، هذا إيش؟ ربا. لكن هاي المنفعة الخامسة شو مالها؟ مباشرة. طب مين بعطيني صورة منفعة غير مباشرة وهي ربا؟ ها في الأخير نعم، فهو بكون صاحب مثلا حانوت دكان، فببيع مثلا ألف باء جيم خضار فواكه مواد تموينية، والله يا أبو فلان محتاج 1000 دينار بس لشهر، ما في مشكلة، هاي 1000. بعد يوم يومين بميل عليه بتناول إيش؟ سكر. بصير يقول له قديش قديش؟ لا يا أبو خلي إيش علينا، هذا ربا. شو خلي علينا؟ بعديها بأسبوعين، بعديها بأسبوع بيجي إيش؟ والله لازمنا شوية رز وشوية شاي وكذا وإشي، قديش قديش؟ لا يا رجل، هذاك آخر إشي بقول له والله لو أخذت من البنك إيه؟ أوفر، استغفر الله العظيم. فبالتالي هذه صورة من المنفعة غير المباشرة. منفعة ثانية، صورة ثانية في واقعنا، هذا ما يحتاج خطباء المساجد أنهم لا يذكروا الصور الواقعية. حرم الله الربا واحذروا الربا. طب اعطينا اعطينا فهمنا كيف فهمنا. اي انا مش فاهم، ده فهمكم، هاي مشكلتنا. يلا مين اعطيه؟ تفضل. ايه بدنا صورة واقعية في حياتنا. تفضل. ياخذ 100 دينار وموعد الساعه سيكون متابع بعد شهر، لما يجي الموعد يقول مثلا مهمني كمان اسبوع بزيد المده. يا رجل هذا ربا مباشره، واقول لك بعدين معك بيت دجن بالضبط معك. فبدنا هاي نوع بيت دجن، عاد علماء كان مفتي يافا الدجني، مفتي يافا قبل 48 كان من بيت دجن، مش عارف انت بدك تطلع مفتي بدك تظبط حالك. فنرجع الان للنقطه الثانيه، النقطة الثانية، مين صورة غير مباشرة للربا؟ قلقيلي.
عبد الله القلقيلي مفتي الاردن كان. مفتي الاردن انا مفتي سوريا. السبب ما فهمتنا شيء. شو الاجابه انت بالتمديد؟ مش فاهمين. هذا اعطينا عليها درس كامل احنا عشان نفهمها. تفضل. شخص الدين من اخر مال وبيستلمه بصير يوصله. احسنت، هذا مثال واقعي. بكونوا موظفين مع بعض، فيا ابو فلان محتاج لي 200 ليره، انا بس شهرين شهر ولا يهمك، بس وانت رايح على الشغل احنا رايحين مع بعض، فبصوف سيارته بصير ايش؟ كل البنزينات والمشاوير ايش؟ هذا ربا غير مباشر. هاي صورة ثانية. صورة ثالثة، فكروا يا جماعة. ولا الحمد لله بتتداينوش وبتداينوش. صورة ثالثة. يلا يا جماسين. شخص أقرض شخصا دينا ثم صار يقدم له غير السداد منافع أخرى. مش فاهمين، احنا بنقول لك شو المنافع الاخرى. مثل ان يبحث له عن اعمال او شركات، عن زوجه وكذا. لا، بدك تنتبه انه المنفعة غير المباشرة شو تتصف؟ بماذا تتصف المنفعة غير المباشرة؟ تتصف أنها عبارة عن مال بصورة غير مباشرة، زي ما حكينا اللي بوصل مال لكنه غير مباشر، بس أخذ الأشياء من الدكان هذا مال لكنه غير مباشر، فبالتالي المنفعة المقصود فيها إيش؟ مال، سواء مباشر أو غير مباشر. يا جماعة من الأمثلة اللي بتصير مع الاساتذه بصراحه، الاستاذ بيبقى يعني التحق، وهي حقيقه مثال واقعي، فبيجي على احد الموسرين بقول له يا فلان انا يعني مزنوق، اذا في مجال تقرضني 500 دينار وانا بقسط لك اياهم على 3 اشهر او على 4 اشهر او 5 اشهر اذا طالت، كل شهر من 100 ل 150. فهذاك بقول له ابشر احنا ما عندنا الا قرض حسن 500 وبترجعهم ايش؟ 500 بس. انت شو بتدرس؟ بقول له انجليزي. بس بعد اذنك بدي ادرس للاولاد انجليزي. ايه طب ما هو تدريس الاولاد الانجليزي شو ماله؟ شو ماله؟ ما هو بمال يا شيخ. في اسبوع تعالك يومين ثلاث درس الاولاد انجليزي ساعتين زمن. طب ما هي الساعتين بعشر ليرات او بعشرين ليرة حسب الاستاذ. في درسين هاي ايش؟ خلينا 20 ليرة. في الشهر 5 اسابيع هاي 100. خليك معاي. فاذا رجعنا لايش النقطة؟ انه بدل ما يقول له انا زدت عليك، شو بقول له؟ بقول له والله درس لي ايش هالولاد. انت وين؟ في عنا 20 مثال. وين الخطباء؟ انتبهوا، الربا ينخر في الأمة نخرة، والعياذ بالله. يلا يا مزيرعة. شوف مثلا واحد بيتداين منه اشي، بيجي بيقول لك شو رايك تبيع حقها 4 مثلا عندك كتب، بيقول لك بدل ما تبيعني اياها ب4 شو رايك تبيعني اياها ب3 عشان انك داينته داين منك 200 ليرة. ليش هو انا ببيع وانت بتبيع كتب؟ بغض النظر شو السلعة، بس بصير يرخص بثمن البضاعة اللي عندك مقابل انه داينك عشان يشتري. نعم كلامك صحيح، هو شبيه بالمثال الاول، انه يا اما بدفعش او بدفع قيمة نازلة. كلامك صحيح. اخر محاولة. شيخنا مثل احد المدراء بيكون مستلم شركة وعنده احد الموظفين حالته المادية منيحة، هذا الموظف يدين هذا المدير فيتغاضى عليه بذهابه. ما احنا قلنا الربا لابد انه يكون مال، هذا محظور اخر غير الربا، وقعت في نفس الفخ. بعدين معك انت من دوما علماء الحنابلة. تفضل. شيخنا المستأجر يتأخر في دفع الإيجار
فيأتي صاحب الملك فيصبح عنده مجانا أو بدون ثمن. نعم بكون هذا الشخص صنايعي، هذا فقط في مثال للصنايعي لأي شخص، فبكون ذاك الشخص أقرضه مالا أو مقابل منفعة زي الإيجار، فيأتي موعد السداد فما بسد، فبقول له يا رجل أنت ميكانيكي صلح لنا هالسيارة، فإما أنه ما بدفع أو بدفع قيمة مخفضة، صورنا أفرهول، شو أفرهول بده 700-800 ليرة، يا زمان 200 ليرة وتوكل الله، أنت لك سنة متأخر في إيش أجار هذا الربا. إذن واضح جدا شباب، هذه أمثلة مهمة جدا في واقعنا بتحذرنا من الربا.